بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سند فؤاد محمد، كلية الفنون الجميلة جامعة بارنت. اليوم محاضرتنا تتكلم عن بداية الإخراج الصحفي. طبعا هذه المحاضرة هي سلسلة من محاضرات سابقة تتكلم عن الإخراج الصحفي وعن تطور عملية الإخراج الصحفي في العالم أجمع. بالبداية أحب أن أنوه بأن هذه المادة هي من ضمن مادة تدرس في كلية الفنون الجميلة قسم التصميم الفرع الطباعي تحت عنوان الإخراج الصحفي، أي التصميم الصحفي. كلنا نعرف وكلنا نشاهد يوميا ونقرأ الصحف والمجلات في عموم بلدنا العزيز، ولكن لا نفهم ولا نعرف ولا لنا فكرة عن تطور هذا التكوين أو هذا الشكل من أشكال الصحافة المرئية، وهي تختلف عن الصحافة المسموعة. في البداية نأخذ بدايات الإخراج الصحفي. في الماضي كان هناك صحف بدائية، لم تكن هناك مشاكل فنية لا في التصميم ولا في الإخراج، إذ كانت الصفحات تشبه صفحات الكتاب، فالأعمدة تتبع بعضها، لذلك كان العمل التحريري لا يتطلب من المصمم خبرة فنية، وخاصة كانت تكتفي فقط في عمل المحرر ثقافة عامة وليست لغة سليمة أو تكوين لغوي سليم. وفي مستهل ظهورها أي في بداية القرن السابع عشر بقيت الصحافة محصورة في بعض الساسة وبعض التجار الذين يمتلكون المال وخاصة من بعض المثقفين، ولذلك لم يكن هناك غريبا أن يظل الإخراج الصحفي وثيق بالصلة بالكتاب، أي يشبه عمل الكتاب وطبع الكتاب، لا يحتفل أو لا يحفل بالعناوين ولا يهتم بطرق الاجتذاب واستمالة القارئ، أي عملية جذب القارئ لهذه الصحف. وبالطبع فقد كان من نتيجة ارتباطها بصفوة المجتمع في تلك الفترة التي تتخصص في نشر ما يهم هذه الصفوة، ولم تحفل كثيرا بالشكل، حيث أن المسألة كانت تتطلب عملية جذب للقارئ لا أكثر، لم تكن ذو اهتمام تذكر من هذا الجانب، حيث يمكن القول أن شكل الصحيفة في تلك الفترة كان مناسبا لوظيفتها، وكانت عملية طبع الصحف تتم دون بذل أي جهد في إخراجها، أي كان الشكل لا يحوي عملية جذب أو لا يتطور، كان شكل لا أكثر لا أقل يشبه شكل الكتاب، لأنها كانت تخرج مماثلة لشكل الكتاب كما ذكرنا سابقا، إلا حد تسمى باسم كتب الأخبار، حيث أن الصحف نفسه لم يكن هناك تعرف باسم صحيفة أو تكوين، بل كانت تعرف باسم المؤلف. ومن هنا ترتب هذا الأمر على اهتمام إلى ترتيب الموضوعات على الصفحات وعدم الالتفات إلى موقع المادة الصحفية، ويرجع أو يرجع السبب في ذلك إلى أن مصطلح الإخراج الصحفي لم يكن معروفا في أوساط العمل الصحفي، وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفة المخرج الصحفي. ومن هنا كان المفهوم السائد للإخراج الصحفي يأتي تحت مصطلح الإنتاج الصحفي، والذي يتمثل في إعداد الحروف والرسوم والإعلانات والموضوعات عن طريق الجمع اليدوي، وكان عامل المطبعة هو الذي يتولى عمل الإنتاج اليدوي، أي نعتبره العامل الفني الذي كان يعمل على آلة الطبع، غير أن هذا الأمر لم يدوم طويلا فتغير الحال بظهور الحركة الصناعية في أوروبا والتي ظهرت في تلك الفترة والتي انتشرت في الأرض ومهتمة بالشعوب والعمل على تثقيفهم، وقد تأثرت الصحافة بهذه التيارات الجديدة وتوسعت في وظيفتها لخدمة المواطنين والعاملين في المصانع ومواقع الإنتاج، وكان هذا إذانا بمولد الصحافة الشعبية. إن التطور التكنولوجي الذي شهدته وسائل الإعلام المختلفة من بينها الصحافة واشتداد المنافسة بظهور الصحافة الشعبية وقدرتها على جذب القراء، حتما أن الصحافة
تتغير ضمن أسلوبها لتواكب حركة التطور، والتي كانت السبب الرئيسي في وجود التخصص ضمن مصطلح عامل المطبعة الذي يعمل بمفرده ويقوم بكل شيء. وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر توسعت رقعة قراءة الصحف، فاعتمدت على الإعلانات وأخذت تتنوع في أبوابها، فكبر حجمها وازدادت على صفحاتها وعدد أعمدتها، وتوزع التحرير إلى أقسام متخصصة تحتاج إلى تنسيق دائم، وأصبحت الصفحة الأولى واجهة لكل الصفحات. فأضيفت مهمة جديدة هي إخراج هذه الصفحات الواجهة. وفي رحلة تطور ضمن تطور العالم الصناعي تطورت الصحافة، كان للإخراج الصحفي دوراً بارزاً أدى إلى ظهور كأحد فنون العمل الصحفي في تلك المرحلة التي بدأت فيها الصحافة تنتقل من الصحافة الرسمية إلى صحافة الأفراد الخاصة التي تحكمها رغبة المالك في زيادة التوزيع وتحقيق الربح، إلى جعل الصحف تولى اهتماماً كبيراً وبشكل الخدمة الصحفية من خلال إبراز السلع المعلن عنها. فأصبح الإعلان هو المورد الأول للصحيفة، يدعمه ويقف وراءه إلى أحد. أصبحت أن الصحيفة أسيرة الإعلانات. وفي المقابل كان الإخراج الصحفي موظفا أيضا لإبراز الأخبار والمضامين المتعددة إلى جانب الإعلان. وأصبح القارئ لا يجد صعوبة في متابعة الأحداث التي تحدث يوميا في العالم. ولقد ركزت الصحف وخاصة الشعبية منها كل جهودها لكي تصل إلى جمهور واسع ومتنوع تجمعهم سلسلة واسعة من الاهتمامات، وكان عليها أن تحدد موضوعات وأساليب وأشكال للتعبير والعرض خاصة بها، وتتناسب مع طبيعة القراء الجدد الذين دخلوا ضمن فئة قراء الصحف بعد انتشار تعليم وسط الطبقات المتوسطة والفقيرة، حيث كانت سابقا حكرا على الطبقة الغنية، حيث وجد هذا النوع من الصحف رواجا في مناخ النمو الذي حققته الآلات الجديدة في هذا المجال وما وفرته من إمكانيات للطباعة بكميات كبيرة. لذلك كان الكثير من التطورات الطباعية التي شهدتها الصحف هي التي دفعت إلى إخراج تلك الصحف إلى النور لكي تحقق لها أهدافها. فقد أعطت الطباعة للصحف تأثيرها بتطور شكلها التيبوغرافي والإخراجي، واتضحت الحاجة إلى إبراز المادة الصحفية في شكل منتظم ومنسق وملفت للنظر للقارئ، منها على سبيل المثال الفكاهات والقصص الخرافية وأخبار الزواج والأشعار الشعبية وأخبار صيد ثعبان البحر والدب الشاحب اللون والصقر الأسود والضفدع ذو القرون. هذه المواد التي كانت تهتم بها أو يهتم بها القارئ. وشهد عام 1890 أخطر انقلاب في فن الإخراج الصحفي، فظهرت صحيفة وورن التي أصدرها وولتز وصحيفة جورنال التي أصدرها هيرست بمدينة نيويورك. وكان من إمدادات هذه الانقلابات ظهور العناوين الكبيرة المنتشرة على عرض الصفحة أو على عرض بعض الأعمدة، والتوسع في نشر الصور والرسوم والمبالغة في نشر الأخبار المثيرة لكي تسبق القناة. وما لبث المصلحون إلى أن أطلقوا على الصحافة الصفراء على هذه المحاولات في الإثارة والمبالغة والإسراف في العناوين والابتذال في العرض الرخيص. أطلقت عبارة الصحافة الصفراء في بداية الأمر على صحيفة الورد، حيث ظهر على صفحاتها مسلسل مصور ذات شكل مصور غلام شقي كان يرتدي لباسا نوب أصفر زاهي. وقد قدر لهذا النوع من الصحف الشعبية إلى أن يطلق عليه عبارة الصحافة الصفراء بسبب هذا الغلام. ومن الطبيعي أن تختار مثل هذه الصحف الثوب الفني المناسب لإظهارها مثل هذه الموضوعات المثيرة استجابة لرغبات القراء وسعيا وراء ما يعجب الجمهور، مع تجنب صفحة جفاف في تلك الشكل والمحتوى. وقد ساعد الطباعة الصحافة على تحطيم القواعد التي كانت تلتزم بالتقييم بالعمود، فأصبح في وسع مدى العناية الكبرى للمؤشرات
مما جعل هذا الجانب يضفي جماله على الصحيفة. ومن هنا كان للمخرج فرصة الاهتمام بعناصر الإبراز كالصورة والعناوين مع إعطاء المسائل المتصلة بالمساحة التي تتصل بفن الإخراج اعتباراً أو اعتبارها خاصة من خواص، بل أن بعض الصحف كان لها منظور آخر فقد كثرت فيه الإثارة والتشويق والجذب بصورة منفردة لا تحترم الذوق العام، وكانت تنشر المواضيع التي لا تحترم القيم الاجتماعية، وصارت أخبارها لا تتسم بالميول إلى التهويل والمبالغة ولا تعترف بالموضوعية، وصارت المشاكل فيها ذريعة لنشر الروايات المثيرة. وشهدت بداية القرن العشرين ظهور الرأي العام كقوة مؤثرة وفاعلة، وظهرت في تلك الفترة استطلاعات الصحف التي توجهت إلى معرفة رأي القارئ فيما يقدم له من أنباء مختلفة، ووجهت نظرة حول القراءة فيما يقدم له بشكل عام، ووجهت نظرة القارئ حول شكل الصحيفة من ناحية الإخراج الصحفي. وهكذا يتضح لنا أن التقدم الصناعي ودخول فئة جديدة من عالم القراءة قد لعبت دورا كبيرا في عملية طباعة الصحف وإخراجها في صورة جميلة وجيدة، تحدد تبعا لذلك إلى الذي يقوم به الإخراج الصحفي في تقديم المضامين الصحفية في شكل جذب، وتطور الإخراج وتطور شكل الصحيفة ثم تطور طباعتها لتصبح شكلا مناسبا ومتطورا لتغطية الجانب الآخر من الأحداث المهمة، وكانت أكثر صدقا من التكوينات الأخرى. من هذا نستطيع أن نستخلص أن التطور الذي شهده العالم في السابق لم يكن تطورا في نواحي صناعية فقط، وإنما تطورا في عملية الصحافة من حيث الطباعة ومن حيث المادة ومن حيث الشكل. ومن هنا نأخذ معلومة بأن هذا التطور أصبح تطور تكنولوجيا شمل تطورا في كافة مجالات الصحافة. إلى هنا تنتهي تكويننا أو رؤيتنا لهذا الجانب المهم من جوانب الصحافة التي نتعايش معها يوميا. أشكر كل القائمين على هذه الصيغة وهذا التكوين، وشكرا لجامعة بابل وإلى قسم الوساطة المتعددة في الجامعة. شكرا جزيلا الدكتور سند فؤاد جامعة بابل كلية فنون جميلة.